عليكم، صباح الخير جميعا. نتكلم اليوم بمناسبة الصيف والسفر. كثير من المرضى بيسألوا عن سفر الحامل. طبعا بصفة عامة ما نقدر نقول إنه آمن أو غير آمن، حسب المريضة وحسب حالتها. بس عموما زي ما احنا دائما نقول، السفر ممكن يكون آمن جدا للمريضة وممكن يكون فيه خطورة عليها، يعتمد زي ما قلت على حالتها وعلى وضعها. أول الحمل تقسم لثلاثة أجزاء، الجزء الأول من 0 ل 14 أسبوع، الجزء الثاني من 14 ل 28، والجزء الأخير من 28 ل 40 أسبوع. الشهر التاسع يبدأ من 36. في شغلتين من الناحية الطبية ومن الناحية اللي يسموها اللوجيستكس أو الإدارية بالنسبة للطيران، وحسب تروح بطيارة أو بالسيارة أو غيره. طبعا إذا المريضة حملها عادي تماما وما عندها أي مشاكل الحمد لله، ولا عندها نزيف ولا عندها تقلصات، سواء كانت في الجزء الأول أو الثاني أو الثالث من الحمل، السفر ما في أي مشكلة عموما. لكن لو كانت عندها أي مشاكل، مثلا عندها تقلصات أو عندها دم بينزل عليها، أو عندها زي ما يقولوا أخطار للولادة المبكرة، أو إنه عندها تقلصات ومغص، أو مثلا في أي شيء ما هو كويس معاها، زي مثلا عندها غثيان في أول الحمل أو تعبانة، فممكن يكون في خطورة شوية من سفرها. فمثلا لو المريضة عندها نزيف، طبعا احنا نفضل قبل ما تسافر بيوم يومين، لو كان شيء خفيف او وقف، انه يكون اقل شيء عندها اسبوعين او 10 ايام اقل شيء بدون اي نزيف او دم بينزل عليها نسائي، للتأكد انه كل شيء كويس. تعمل لازم اشعة صوتية تطمن على الجنين، وتطمن كمان على تطمن على الجنين، وتطمن على انه المشيمة كويسة وما في اي مشاكل فيها. إذا كان كل شيء كويس واستمرت من أسبوع ل 10 أيام أو أسبوعين بدون نزيف نسائي، فمعناته ممكن تسافر. نجي للموضوع المهم من الخوف من السفر بالنسبة للحامل. نعرف إحنا إنه السيد الحامل احتمال إنه تجيها لا سمح الله جلطات، وهي حامل بالنسبة للسيدة الغير حامل تقريبا 10 أضعاف. يعني الحوامل دايما يكون شوية دمهم، ما بقول دمهم تقيل، مو دمهم تقيل، يعني ممكن يكون دمهم شوية في كثافة زيادة، بيكون قابليتهم للجلطات أكتر. فعشان كده أكتر شيء نقلق منه إحنا في الرحلة، وأول سؤال نسأله دائما، هل هي رحلة طويلة أو رحلة قصيرة؟ لو الرحلة بالطيارة طويلة، كثير مننا حوامل أو غير حوامل ينسوا نفسهم، يقعدوا 3 4 ساعات من غير ما يتحركوا، فيكتر احتمال لا سمح الله الجلطات. فعشان كده في 3 أشياء مهمة لازم تسويها الحامل اللي حتسافر رحلة طويلة. الـ3 الأشياء هي، طيب فـ3 الأشياء اللي تسويها، أول شيء إنه دائما لو ما حد معاها في الطيارة، زوجها أو قريبها أو قريبتها، تفكرهم إنه دائما يذكروها إنها تتحرك أو تتمغط أو تتمطع. الفكرة هذه كلها زي ما قلت عشان التمارين اللي تنعمل في الطيارة. في تمارين في كل طيارة، في الكتالوج أو في الأوراق أو المانوال اللي موجود قدامكم، تلاقوا تمرينات بسيطة كده المريض تسويها عشان تمنع احتمال التجلطات أو التخثر في الدم لا سمح الله. هذا شيء تقولي اللي معاها يفكروها تتمغط أو تتحرك. الشيء الثاني إنه يفضل إنها تلبس الشراب الضاغط اللي يسموه تيد ستوكينج، تي إي دي ستوكينج. هذا الشراب بيمنع الجلطات، زي اللي يلبسوه المرضى في العمليات، وحتى لو ما تبغى تشتريه من الصيدلية تلبس شراب بس يكون ضاغط على رجولها، ماسك كتير. طبعا يفضل انه يكون لفوق الركبة، بس حتى لو كان الركبة كويس. والشيء الثالث، في بعض المرضى يحتاجوا ياخدوا اسبرين حق الاطفال قبل الرحلة بحوالي اسبوع، وبعد ما يوصلوا للرحلة يكملوا مثلا، او بعدها بيومين ثلاثة يوقفوا. هذه الـ3 الأشياء المهمة في الرحلة، زي ما قلت الاسبرين لو تحتاج، الشراب الضاغط، والمريض انها تتحرك في الرحلة عشان موضوع الجلطات لو الرحلة كانت طويلة شوية او في جهة جلسة كتير. الشيء الثالث والمهم والرابع والمهم، انه هو لو المريضة في عندها احتمال مشاكل في السفر، يفضل انها تعمل تأمين طبي او صحي، لانه الامانة العلاج ممكن يكون مرة مكلف لا سمح الله. لو صارت لها اي مشاكل في الحمل لا سمح الله، ولادة مبكرة او عونية في الشركات اللي هي الكروس مش عارف ايه، كله موجود. فمرة سهل تأمين ما يكلف كتير، لكنه احتياطا لا سمح الله اضطرت لانها تولد لاي سبب وكان في احتياج لحضانه او شيء زي كده، فضروري جدا 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 يكون عندها تامين طبي. التامين موجود في كل الشركات الان. في الشيء الاخير طبعا، من ناحيه زي ما قلت شركه الطيران، كثير مرضى يسالوا الى متى ممكن تسافر المريضه الحامل. طبعا الموضوع ده كله يعتمد على شركه الطيران. اكثر الشركات توقف السفر
تقريبا بعد 33 أسبوع أو 32 أسبوع، يعني تقريبا في نص الثامن. فالمريض يبغى لها تخلي بالها من الموضوع ده، ممكن تراجع الخطوط في فورم معين توديه لدكتورها أو دكتورتها. يفضل أن الفورم هذا يتعبى قبل السفر بتقريبا 3 أيام أو 4 أيام، بحيث أنه الدكتور أو الدكتورة تفحص المريضة، تتأكد أنه كل شيء كويس للاطمئنان، بس تجنبا لأي مفاجآت في الرحلة. وبالسلامة للجميع إن شاء الله.